السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في سلسلة أعرف خطك. النهاردة هقدم لكم أقوى 5 خطوط عربية عصرية ومميزة تقدروا تستخدموها في حاجات كتير جدا. ندخل مباشرة في الشرح. أول خط معايا هو خط اسمه جرافيتي. اسم الخط كده جرافيتي، هو ده شكل الخط، والخط ده بيكتب عربي بس. اسمه هو عارف جرافيتي، هو ده الاسم بتاعه، وهو بيكتب عربي بس مش بيكتب انجليزي. بالنسبة للأوزان بتاعته، في منه وزن واحد بس اللي هو الريجولر، وده شكله لما بنكتب بيه. هو ده الخط. ممكن نستخدمه في ايه؟ ممكن نستخدمه في لوجوهات، بوسترات افلام وسلسلات، خصوصا بوسترات افلام مثلا الرعب، او بوسترات الافلام الدموية اكتر، او ممكن الالعاب او الحاجات اللي فيها حاجات قديمة مثلا فيها شخابيط، فممكن نستخدمها. ممكن نستخدمها في تصميمات كمان السوشيال ميديا، من الخطوط الجميلة والمميزة، وتحس كأن هي معمولة شخبطة كده بالإيد أو بالفرشة، فمن ضمن الخطوط المميزة جدا. تاني خط معانا هو خط رواج. الخط ده من الخطوط الجميلة جدا جدا جدا، والخط ده بيكتب عربي بس للأسف، ومن ضمن الخطوط العربية المميزة اللي منها الأوزان بتاعتها 3 أوزان، الهيفي اللي هو اللي في النص ده، والهيفي تراديشنال اللي هو ده بيبقى اسمك شويه من الخط ده، والاوتلاين يبقى عامل زي الاوتلاين. خط رواج من اهم استخداماته كلوجو، كوسترات افلام ومسلسلات، ممكن نستخدمه في تصميمات السوشيال ميديا، ويعتبر من الخطوط المميزه. الخط اللي بعد كده هو خط اسمه صخر، والخط ده بيكتب بس باللغة العربية برضو. يعني خطوط النهاردة هي خطوط أغلبها بتكتب عربي بس خطوط مميزة جدا، ممكن نستخدمه عامل زي اللي هي البكسل، كأنه بكسلات كده، كأنه مكتوب بالبكسل نفسه أو من الخطوط شبه الخطوط الكوفية. فاسمه FF صخر. FF صقر هو ده الاسم بتاعه اللي هتلاقوه لو بحثتوا عنه. طبعا انا هنزل لكم كل الخطوط دي ان شاء الله، هتلاقوها في صندوق الوصف في القناة. في الدرس ده هتلاقوا خطوط، ال5 خطوط اللي انا ذكرتهم في الشرح. بالنسبة للوزن، في من وزنين بس اللي هو البولد والريجولر، وبيكتب زي ما قلنا عربي، وهو ده شكله في الكتابة. اما بالنسبة لاستخداماته في اللوجو، ممكن في تصميمات مواقع الويب، ممكن تصميمات المواقع الرقمية، حاجة فيها انت عايز مثلا تقول ان دي حاجة هندسية او حاجة رقمية او حاجة معتمدة على النظام البكسلات، فممكن تستخدم الخط ده. وكمان في تصميمات السوشيال ميديا الرقمية، يعني حاجة فيها تكنولوجيا، معلومات، حاجة فيها بكسلات او صور، او مثلا عايز تقول مثلا تصميمات مثلا على صور مبكسلة او استخدمت فيها نظام البكسل، فانت ممكن تستخدم الخط ده معها، ويعتبر من الخطوط المميزة جدا. الخط اللي بعده هو خط تقنية، وافرحكم ان الخط ده بيكتب عربي، هو ده شكله بالعربي، وبيكتب كمان انجليزي، واسمه RES تقنية، هو ده الاسم بتاعه، وده الشكل بتاعه لما بيكتب بالانجليزي، وده شكله لما بيكتب بالعربي. بالنسبة للأوزان بتاعته، في منه وزنين، البولد والريجولر، يستخدم في اللوجوهات، المواقع الرقمية، تكنولوجيا ومعلومات، أي حاجة لها علاقة بالتقنية، بالمعلومات، بالتكنولوجيا، تصميمات كمان السوشيال ميديا المتعلقة بالتكنولوجيا والمعلومات والحاجات الرقمية. فالخط ده يعتبر من أحسن الاختيارات بالنسبة لي. آخر خط معانا النهاردة هو خط اسمه طويل، وبيكتب كمان الخط ده عربي وانجليزي، وهو ده شكله بالعربي، وهو ده شكله بالانجليزي، واسمه FF طويل. اما بالنسبة للاوزان بتاعته، فهو البولد اللي هو الشكل ده، والريجولر اللي هو ده، والستامب يعني هو كأنه بيقول لك ستامب، يعني الستامب اللي هو الختم مثلا، فهو كأنه عليه بقع كده بيضة، او هو اصلا تقريبا بيكون بقع شفافة، فهي بتاخد لون الخلفية اللي وراها، فعشان انا خلفيتي بيضة فهي طلعت البقع باللون الابيض. وفي منه كمان البولد ستامب، البولد ستامب اللي هو ده،
وهو ده الستامب اللي هو الأرفع من الخط البولد ستامب. أما بالنسبة للاستخدامات ممكن يستخدموه في بعض أنواع اللوجوهات، ممكن في تصميمات كتب ومجلات، وممكن في تصميمات السوشيال ميديا اللي بتحتاج نوع أو النوع ده من الخطوط. وبكده نكون جبت لكم أهم أو أحلى أو أقوى 5 خطوط عربية، منهم 3 بيكتبوا عربي بس وفي 2 اللي هو التقنية، والطويل اللي هما بيكتبوا عربي وإنجليزي. تقدر تستخدمهم في كتير من تصميماتك، في سوشيال ميديا، في مطبوعاتك، في بوسترات، في لوجوهات، وتقدر تنوع ما بينهم. هتلاقوا كل الخطوط دي اللينك بتاعها موجود في الانبوكس في صندوق الوصف في القناة يوتيوب سارة ديزاينر. ياريت تتابعني وأتشرف بكم جميعا، وتابعوا مزيد من سلسلة اعرف خطك.